أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن أهل السنة ينظرون في الفقه، فمن يقسم الفقه إلى فقه دليل وفقه واقع وفقه أزمان وفقه استنباط، هل لتلك المسميات دليل؟ لا، هذا تقسيم باطل. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره، لا فقه واقع ولا فقه مدري وشو ولا فقه، هذه تقسيمات باطلة. نعم.